بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من فقه المرأة على شاشة القناة الثانية التلفزيون المصري. تعالوا النهاردة نشوف مع بعض إزاي نقدر نتخلق أو نتعود على عادة أو صفة رائعة، وإحنا الحقيقة بنحس إن هي نادرة جدا في هذه الأيام، لأن الإنسان دايما بيلهي نفسه، بيلهي حياته وراء إزاي يقدر يجلب المال أو يجلب كل شيء، أولاده أو زوجته إزاي برضو يجمع كل ده في هذه الأيام، ولكن نسي حاجة مهمة قوي وصفة مهمة قوي، وهي الرضا. أين نحن من الرضا؟ وهي صفة يعني مفروض يتخلق بها المسلم والمؤمن، وليس كلنا، ولكن بنحاول أن احنا نتخلق بها. ماذا عن هذه الصفة؟ ماذا عن الرضا في حياة المسلم والمؤمن والإنسان بصفة عامة؟ إزاي يقدر كمان الإنسان يعود نفسه؟ حضرتك وولادك وأصحابك وبناتك إزاي تقدري تقولي لها نرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى؟ هل الرضا نوع من أنواع يعني الفطرة التي فطرها الله سبحانه وتعالى علينا، ولا هي برضو صفة مكتسبة نقدر إن احنا لو ما حسناش إن احنا فيها إزاي نقدر كمان نكتسبها؟ الحقيقة صفة الرضا من الصفات ومن الموضوعات المهمة جدا. تعالوا نتعلم إزاي يعني نتخلق بهذه الصفة، ندرب نفسنا. ماذا عن أنواع الرضا؟ وهل هناك نوع من أنواع الرضا قد يتعارض مع الطموح؟ دعونا نتحدث عن الكثير في هذا الأمر، وياريت نذكر ونتذكر كلمات الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي لي: من رضي بقدري أعطيته على قدري. هكذا هذه كلمات الله سبحانه وتعالى، نبدأ هذه الحلقة لكم ولنا. مشاهدينا، حينما نتحدث عن الرضا بالفعل فهي تجلب هذه الصفة: الاتزان النفسي والهدوء النفسي والرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى، حتى أتكيف أيضا كزوجة، كامرأة، كفتاة. الحقيقة احنا كلنا مربيات، وبالتالي لابد أن نكون قدوة لأولادنا، ولكن أين نحن من هذه الصفة؟ سيدنا في هذا اللقاء أن يكون معنا فضيلة الشيخ عبد الله جاب الله، وهو عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. مرحبا بفضيلة. أهلا وسهلا بحضرتك. أعتقد أن هذه الصفة ما أحوجنا إليها في هذه الأيام. نعم. وبالتالي نرى أن احنا بعيد مهما اقتربنا، ولكن بنصل للمقارنات بين الغير. نعم. دايما بنصل نكون أعلى وأفضل. نعم. ولكن حتى نصل لهذه المرحلة وهي رضا الله سبحانه وتعالى ونرضى بالمقسوم، هو أن نتفهم المفهوم الحقيقي لمعنى الرضا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بنقول مسألة الرضا بقضاء الله وقدره من صميم إيمان المرء، من صميم إيمان المرء. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا جبريل الطويل، لما سئل عن الإسلام وسئل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بأن كل ما يقع للعبد وكل ما كان للعبد هو من عند الله سبحانه وتعالى، هذا من صميم إيمان المرء المسلم والمرأة المسلمة أيضا. طيب، ما هو مفهوم الرضا؟ إيه معنى الرضا؟ معنى الرضا يعني أن يعلم المرء أن كل أمره بيد الله سبحانه وتعالى، وأن ما من شيء يحدث في حياته إلا وهو مقدر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رب العزة سبحانه وتعالى قد كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض قبلها 50,000 سنة. فنعلم أن كل ما يحدث في هذا الكون، وأن الله سبحانه وكل العباد كل أمرهم مقدر إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، الإنسان في هذه الحياة الدنيا إما يقع في سراء وإما يقع في ضراء. هو إما في حالة في حالة يعني في حالة فرح أو في حالة حزن، في حالة مرض أو في حالة سخط. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه يعني اللي يخلي المرء ينشرح، قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، كل حياته له فيها خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك ليس يكون إلا للمؤمن. نعم، ولكن هنا الخيرية بقى
نسائنا وبناتنا ان احنا نصبر. ولكن قبل ان يعني اتطرق لهذا الامر، هل يعني الرضا معناه بمنتهى البساطه التسليم؟ هو الرضا هو التسليم، ان يسلم المرء كل امره لله سبحانه وتعالى. يعني بمعنى الرضا ايضا ان الانسان برضو ياخذ بالاسباب، ياخذ بالاسباب. العلماء لما تكلموا عن الرضا تكلموا ان المرء بياخذ كل الطرق. يعني نمثل مثال، لو ان مثلا انسان يعني تزوج وفي بداية أموره لم يعني يحدث إنجاب أو ما شابه ذلك، ليس معنى الرضا أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب، لا يستسلم، لا ما يستسلمش. لما نقول التسليم ليس الاستسلام. خذ بالأسباب، شوف طرق العلاج، اذهب إلى أمهر الأطباء. بعد ذلك لو أنك قد قمت بكل الأشياء، هنا وجب عليك التسليم. وجب عليك التسليم لقضاء الله وقدره بعد أن أخذت بجميع الأسباب والوسائل المتاحة. ده اللي بيخليني برضو أسأل، يعني هنا هناك بعض النساء تقول لك طب أنا يعني هل الرضا إن أنا أستسلم فقط؟ حيك قلت إن أنا أخذ بالأسباب، نعم، ولكن هل ده يتعارض مع طموحي في الحياة وإن أنا عايزة أجرب وأفكر إزاي أخرج من هذا الأمر وإزاي وأحاول أكتر؟ هل ده تعارض لفكرة التسليم؟ لا، ليس هناك تعارض. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في، يعني حتى نضرب المثل، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الخندق وهو بيحفر الخندق، فقابلتهم صخرة عظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ المعول وضرب، قال الله أكبر قد أخذت سوار كسرى، الله أكبر قد فتحت خيبر. طب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في هذه الأشياء وهم مستضعفين ومحاصرين وعندهم برد شديد وخوف جديد، بيمثل للمرء إيه؟ ان ما دام هناك طموح لا اسعى في هذا الطموح وخذ بالاسباب التي تاخذك بهذا الطموح، وهذا ليس تعارضا مع الرضا بقضاء الله وقدره. انت اخذت الطريق الذي يوصلك الى ما تبغي في الحلال طبعا ده حضرتك، وبعد ذلك ياتي التسليم بقضاء الله وقدره بعد الاخذ بكل الامور المتاحه لديك. أي قبل ما تطرق للرضا والمراه الحقيقه بنتكلم يعني عن كل هذه التفصيلات عشان نعلم نفسنا كنساء ازاي ان انا ارضى بقضاء الله حتى لو كانت الأزمة أو الابتلاء شديد جدا، ولكن هل هناك أنواع للرضا؟ نعم، هناك أنواع للرضا. أول أنواع الرضا يعني الرضا عن الله سبحانه وتعالى. بمعنى؟ بمعنى أن الإنسان يرضى في كل أموره التي قدره الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يا فندم كيف أرضى عن الله سبحانه وتعالى؟ ترضى عن الله، ده النوع الثاني. ترضى عن الله في أحكامه وشرائعه وما أمر الله به، ترضى عن الله في تنفيذ أوامر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن خالفت هواك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. طب وفي حد هيأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. فالرضا عن في الطاعة، إن الرضا يكون بسبب تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. أيوة. ثاني هذه الأشياء أنواع الرضا، الرضا عن الله، أن الرضا عن الله، أن الرضا عن ما قدره الله للعبد. كل شيء قدره الله سواء خالف هواي أنا أو جاء على هواي أنا. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب بيقول إيه؟ بيقول أنا لا أبالي حينما أصبح على خير أم على شر، لأني لا أعرف رضا الله في الخير أو في الشر. إحنا ما نعلمش يعني حكم الله سبحانه وتعالى وأقدار الله سبحانه وتعالى تكون بها علل وتكون بها حكم خفي. ولذلك يقول كم لله من لطف خفي. في حاجات كده أنت بتستشعر بها، بس إحنا بالمعنى إحنا نظرتنا ضيقة للأمور. أكيد طبعا إحنا بشر، وبالتالي لا ندرك هذه الأمور بحقيقتها. هل هناك نوع ثالث؟ النوع الثالث وده النوع المذموم، ان الانسان يرضى عن المعصيه. ان الانسان يرضى عن المعصيه، يعني ايه يرضى عن المعصيه؟ يعني طريق التوبه مفتوح. يقول لك لا انا لا يستسلم بعد كده، أنا ما فيش. هل هو قانت يعني من رحمه الله؟ هو القنوط. الواحده هنا ساعتها بيبقى حالها ايه؟
هو عشان هنا بتقل. هو اليأس ليس القنوط، ان الانسان ييأس من روح الله، ولذلك قال الله ولا تيأسوا من روح الله، والانسان لا يأس ابدا ما دام فيه روح وما دام يعني يحسن التوبه ويحسن الاخبار، لا يأس ابدا من روح الله سبحانه وتعالى. من هذا النوع الثالث احنا خلينا ماذا قلنا، ده النوع المذموم. طب نخرج لفاصل، اعتقد لدينا اسئله برضو من قبل بعض نسائنا في هذا الامر، ماذا عن يعني الرضا ونسائنا. وعايز اقول لحضرتك ان احنا هيكلتي من نوع من انواع ان احنا لازم نرضى بقضاء الله. خلي بال حضرتك ان هنا نسائنا يعني في كثيرات امهات فقدنا اولادهم، وبالتالي هنا بتشعر بتقول انا بشر، انا يعني اعمل ايه؟ هل ده نوع من انواع ان انا مش راضيه؟ لا انا راضيه، بس الحزن ده علامه من علامات عدم الرضا ام لا؟ لدينا الكثير من خلال حضراتكم واسئله حضراتكم في هذا الامر، وازاي نقدر نملا قلوبنا بالرضا ونعود اولادنا على الرضا. ما نبصش لحد جنبينا ولا فوقينا ولا اي حاجه، لازم نبص دايما على اللي تحتينا، ودي كانت وصايا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. انا يعني شايف هنا بعض النساء بتقول انا بجاهد نفسي وبحيث ان انا اكون راضيه بحياتي البسيطه والقاسيه مع زوجي، وانا ارى جيراني افضل مني، واخاف على اولادي من المقارنه، وانا كمان ساعات بأشعر بالضعف، هل هناك دعاء يعني؟ دي ست جميله خالص يعني. احنا عايزين الاول نناقش هذا الامر في البدايه، بعد كده نقول لك الدعاء. هو اول بدايه هذا الامر، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان الله يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها، او يشرب الشربه فيحمده عليها. يعني ان مساله ان الانسان او المراه المسلمه ترضى بأي شيء، يرضى الإنسان عن وظيفته، يرضى الإنسان عن أولاده، ترضى المرأة المسلمة عن زوجها. طيب إزاي المسلم يتعلم، أو كيف نسير، أو ما هي الأدعية التي نسير بها على الرضا؟ أول حاجة دي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. بمعنى بسيط أن الإنسان يعني يسير في هذه الحياة ويستعين، بالمعنى البسيط أن المرأة المسلمة يعني تعلم أولادها وتعلم بناتها أن المرء ما لهوش خلاف أن هو يفعل المطلوب منه، أو يفعل ما يستطيعه في هذه البداية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني انظروا إلى من هو أدنى منكم، ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإنه أحرى أن تزدروا نعمة الله عليكم. الإنسان دايما في الحياة الدنيا ينظر إلى من هو دون. إزاي ينظر؟ أنا ربنا رزقني بأولاد، هو غيرك ما محوش أولاد. ربنا رزقني بزوج، غيرك مش متجوز. ربنا رزقني بوظيفة، غيرك مش ليست معه وظيفة. والعكس بقى صحيح، والعكس. أنا ما عنديش أولاد، ما مريض ورائد في السرير، ما عنديش زوج، زوجها تعبها، ويعني في حاجات كتير. فالإنسان لما ينظر إلى نعم الله، لما يعدد نعم الله، يعني برضو بنقول إيه، لو الإنسان جاب ورقة وقلم، هات ورقة وقلم كده وشوف النعم اللي ربنا أعطاها لك يا فندم. لو تعدوا نعمة الله نعمة واحدة، نعمة نعمة واحدة، كل النعم الإنسان اللي فيها، نعمة الأمن، نعمة الأمان، نعمة الذرية، نعمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني قال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، يعني فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرة. أنت صحتك كويسة، أنت أو أنت حضرتك أمورك يعني بصحة تمام، أولادك مش ضرور برضو مدام الأمر. لو الإنسان فتح باب المقارنة لن يسلم أبدا في هذه الحياة. ليه ما هتسلمش أبدا؟ لأنه كل ما هتصل إلى درجة فيه هو اللي أعلى منك. فكل ما تصل يقول ده أنا عايز أبقى فوق خطوة، فبيجي بقى يجي الحقد، يجي الحسد. يبقى هنا بقى يعني الإجابة لهذه السيدة ان هي تنظر لهذه النعم، ان عندك اولاد الحمد لله، وان بيتك مقفول عليك الحمد لله، وانتم بصحه، يعني تنظر للنعم اللي هي لديها. يبقى بقى سؤال جزء الاخر وهو الدعاء. هل في دعاء يساعدني ان انا اطلب من ربنا ان يملا قلبي بالرضا؟ ماذا عن هذه هو الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال برضه بنذكره ده من دعاء الاذكار، اذكار الصباح والمساء.
اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين، اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين، إن يجعل الأمر كله ليد الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في حديث اللي يعلم الإنسان الرضا، اللهم إني عبدك وابن عبدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، إلى آخر الدعاء. في أن المرء يعني كل نواصيه وكل أمر بيد الله سبحانه وتعالى، فلما يشعر الأمر هذا تشعر المرء المسلم أن كل من عند الله عز وجل، أيضا أن في أجر على ما صاب على ما صاب، والا يعني ما نحب في جنه ان لم يكن هناك بعض ما يقع. قال الله عز وجل الف لام ميم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ لا، لازم يبقى في فتنه، لازم يبقى، والا هنكون في جنه. ولذلك قال العلماء الرضا باب الله الاعظم وجنه الدنيا وقرة أعين المشتاقين. لما الإنسان يبقى في رضا هيبقى خلاص مش فارقة مع حتى يقولوا عليه كذا، مش فارقة عليه إن مثلا أحد السيدات تقول عليها كلام أو شيء، هي راضية بما فيها، راضية بحالها، راضية بأمرها، راضية بأولادها، راضية بزوجها، فتشعر حالة من السكون وحالة من الراحة. نرجع بقى للحزن لمفارقة الأحباب، وزي ما قلت لحضرتك إن إحنا برضو بالنسبة لنسائنا بيفقدنا الكثير من الأحباب الحقيقة، وبالتالي هنا قلت هل الحزن علامة من علامات إن أنا مش راضية بقضاء الله رغم إن أنا راضية بقضاء الله؟ هل هنا ربنا لما أنا أفضل حزينة يغضب عليا؟ لا، ما دام ان الحزن ده شيء طبيعي، وده هذه من المشاعر التي تجلب المرء اذا اصابه مكروه او اذا اصابه شيء، يعني لا شيء عليه ما دام هناك حزن، لان الشيء الداخلي مش هيقدر يقاومه. لكن المرء اللي بنقول عليه ان الانسان يسلم هذا الامر لله سبحانه وتعالى، يسلم ما كان فيه لله سبحانه وتعالى. بس أنا حزين، ماشي، ما ده شيء يعني حتى يؤجر عليه المرء، لأن مفارقة الأحباب أو ما يحدث له في شأن، أنا حزنت على فقد شيء، حزنت على فقد مش مال، مش أنك مش راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى. لا لا لا، أنت لا راضي، ولذلك الحزن هو علامة. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل القبور فوجد يعني امرأة تبكي على فراق ولدها، فقال صلى الله عليه وسلم يعني اصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب، أنت ما مش فيا. ولذلك تقال هذه الكلمة كثير، أنت مش حاسس باللي فيا، أنت مش واقع في المصيبة. قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فجاءت بيت رسول الله فقيل لها أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر حين عند فقد الولد، الصبر عند فقد حبيب، الصبر عند حدوث أمر يحزن له الإنسان. فلما تصبر عند الصدمة الأولى ويصبر على هذا الأمر يسلم لك باب الرضا وباب يعني الفرح. حتى بعض الفقهاء وبعض السلف، وهذه منزلة عظيمة يعني نسأل الله أن نكون منهم، يعني كانوا لما يصابوا بشيء هم يفرحوا بقضاء الله عز وجل وصبره، هو خلاص هو عارف ان هذا الامر يعني يدخل السرور. قوما كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، اذا حب الله قوما ابتلاهم. نعم، والانسان ومن راضي فله الرضا والسخط. ولذلك سيدنا علي بن ابي طالب قال لاحد توفي ولده فقال ان قضاء الله سبحانه وتعالى يعني عليك قاض لا محاله، فان صبرت فلك الاجر. أيوة. وإن تضجرت فعليك الوزر، يعني أنت كده قضاء الله سبحانه وتعالى يسير عليك. إن صبرت هيكون لك أجر، أنت يعني لم تسلم لقضاء الله وقدره فهيبقى عليك وزر. كما بدأنا بالتسليم وهو المفهوم الصحيح زي ما حضرتك ذكرت، أن الرضا يعني أرقى أنواع التسليم طبعا. لله سبحانه وتعالى. وبالتالي هنا هل الرضا ممكن يمنع الدعاء؟ بما أنه بقى خلاص أنا رضيت واستسلمت، ما دعيش بقى ربنا أنه أصلح حالي أو أن أنا يصلح حالي أو يشفيني أو يخرجني من اللي أنا فيه أو يفرق كربي، ماذا عن هذا الأمر طبعا؟ لا، الدعاء هذا الدعاء أمر مستحب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. مش معنى أننا راضي أننا مدعوش، لا، ادعو
الله سبحانه وتعالى، لنا في أنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله. يعني مثلا سيدنا أيوب عليه السلام نادى ربه أني مسني الضر وأنت رحمة، سيدنا زكريا يا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، سيدنا يونس حتى يقول لنا المثل في وقوع المحنة، يعني وزنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فمعنى أن الإنسان يقع في أمر لا يدعو الله عز وجل أن يعني يدفع عنك ما أنت فيه، ادعو الله عز وجل أن يعني يبلغك ما تريد، وهذا لا يتعارض مع أمر الرضا. نختتم أكيد يعني بقول حضرتك في نهاية لقائنا نصح بقى غالي لنسائنا أخوات حضرتك برضو في الدين. المرأة المسلمة أيا كانت أن يعني أول شيء تحافظ على صلاتها، تحافظ على عبادتها، وأن تتقي الله عز وجل في أمرها، وأن تنمي أمر الرضا شيئا فشيئا. أنا مش هنقول يعني الرضا هتبقى مرة واحدة، لا، شيئا فشيئا حتى يسلم القلب ويسلم تتسلم المرأة المسلمة قلبها لله سبحانه وتعالى، فإنها إن فعلت ذلك يعني سلمت في الدنيا وسلمت في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ويبلغ نساءنا الرضا في القول وفي العمل وفي جميع الحياة، اللهم آمين. أشكرك يا فندم، كان معنا في هذا اللقاء فضيل الشيخ عبد الله جاب الله وهو عضو بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أشكر حضرتك في ميزانك إن شاء الله. جزاكم الله خير، تقبل الله منا ومنكم يا رب. اللهم أمين. مشاهدينا نلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، حلقة جديدة فقه المرأة على شاشة القناة الثانية. مرة تانية خليكم معنا على صفحتنا فقه المرأة مسبيرو، خليكم معنا علشان نبقى في تواصل ونقدر كمان نجاوب على أسئلتكم واستفساراتكم الخاصة من هذا المنبر على شاشة التلفزيون المصري. لكم تحياتي، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.